على مود نتعلم كيف تتم عملية الرسم، أو شلون أقدر أفصل من الرسم التجميعي أقدر أحصل على رسم تفصيلي. الشكل يتم كالآتي: نشوف الأجزاء اللي متكونة من عدها الشكل ونفهم كل جزء. هذه الأجزاء معظمها تكون واضحة. هذا عندنا نت، النت بالتأكيد راح يكون يربط لنا برغي أو شافت. هنا عندنا هذه الجلبة تحتوي على كي، هنا باعتبار هنا تلاحظ مسار الكي. هذه بوشة اللي يمر من خلالها الشافت، تمام. وهنا عندنا بولي راح ناخذها بمحاضرة منفردة، ونت آخر. اللي تسوي شنو؟ دائما تحاول تبتدي بالجزء الأخير من اللست. تخلي لك ورقة على جهة، تخلي ورقة فارغة على جهة قبل ما تبتدي بالرسم، ترسم بيها. تبتدي مو من الجزء الأخير، من الجزء مو من الجزء الأول العفو، تبتدي من الجزء الأخير تسحبه. فهنا الجزء الأخير هو وسائل الربط اللي هو النت، فرح نسحب هذا النت زين والرسمة على حده. وبعده عندنا الجزء الثاني، هي هذه الجلبة أيضا نسحبها ونرسمها على حده. اللي راح يبقى يظهر لنا ورا ما نسحبها يبقى بالتأكيد هذا الشفت، الشفت اللي موجود هنا، فأيضا راح نسحبه ونرسمه على حده. الشفت خو ما بوحده، وإنما مر خلال من خلال بوشة، خلال بوشة اللي هي عبارة عن شنو البوشة؟ هذا عبارة عن جزء أسطواني، أوكي؟ جزء أسطواني، والجزء شي يكون؟ يكون مجوف من الداخل، بحيث إنه القطر مالته شنو يكفي إنه يمر من خلاله الشافت. إذن راح تكون هذه شلون تظهر بالمسقط؟ تظهر بهذا الشكل أو بمقطع، تظهر بهذا الشكل بشكل مستطيل، والسمك مالتها مهشر هاي بالمقطع. تمام. وبالتأكيد بما إنه هي أسطوانية لازم نخلي لها شنو؟ نخلي لها السنتر لاين. زين، بعد ذلك تبقى بس البولي وبالنهاية النت. خلينا نشوف شلون هنا اشتغلها. راح نبتدي هنا نلاحظ الأبعاد واضحة. سحب بالبداية النت والجلبة، زين هذه هي النت وهنا الجلبة. ومسح بما انه اكو عنده تونت، فمسح واحد من عندهم وقال هذه تكتفي. مسح خطوط التهشير، بقى النت وهذه الجلبة الشافت، هنا الكي، وهنا شنو وعدنا؟ البولي. زين، فهذا يكون بهذه الطريقة استطاع انه يرسم الرسم التفصيلي. طبعا هو لانه ما مكمل، ما كتبت المعلومات تحت كل جزء. احنا المفروض نكتب مثلا جزء رقم، الجزء الاساسي هنا كانت البولي مثلا رقم واحد، اسمها بولي، الماتيريال مالتها مثلا كاست ايرون، عددها واحد. هنا نفس الحالة، هنغير إلى قلم مثلا، هذا الجزء رقم واحد الاسم مالته هو بولي. زين، المعدن مالته مثلا هو الكاست ايرون او الستيل حسب النوعي، او كاست ايرون او مايلد او الوايت. زين، وهنا عندنا واحد اوف، تمام. هذا الجزء الأول مثلا، هنا رقم اثنين فارزة، الاسم هو شافت. المعدن مالته والعدد هو 1 اوف. ما عدا هنا بالنسبة إلى النت أيضا نفس الحالة، مثلا هو جزء رقم أربعة أو جزء رقم خمسة حسب الاسم مالته هو نت، فارزة المعدن
بس هنا ايش قد استخدمنا؟ 2 اوف، بس رسمنا شنو؟ قطعه واحده فقط، لانها نفس الابعاد نفس المعدن، زين نفس الاسم. زين راح ناخذ النكل جوينت ايضا مثال ثاني. النكل جوينت بالبدايه خلي نتعرف شنو هي، منين تتكون، مو قلنا على مود نفهم الاسامبل دراوينج، نفهم الاجزاء، لازم نعرف الجزء شنو شنو اللي الوظيفه مالته والاجزاء اللي جاي يتكون من عندها. فراح ناخذ نكل جوينت ار يوز تستخدم تو كونكت تو رود هوز اكسس ايذر coincide or intersect and lie in one plane. راح تكون المستويات او المحاور الها متعامده او مائله لكنها تقع في مستوي واحد. طيب هذا شلون اربطها مع بعضها؟ المفروض يكون اكو حركه بيناتهم، فبهذه الحاله راح نلجأ الى استخدام النكل جوينت. الاجزاء اللي جاي تتكون من عندها ذاكرها ان هنا ذاكرها راح يذكرها بالتفصيل. كل جزء على حدة، لاحظ هذه تتم عملية التجميع. هذه هي الجزء الأول هو الفورك، فورك إند يعني يسمونها الشوكة لأنها تحتوي على هذه الجزئين، فجاي يظهرها لك على مود تفهم شلون ترسم المساقط مالها. وهذه يسمونها الآي إند لأنها تحتوي على هذه الفتحة الآي إند، راح يربطون مع بعضهم باستخدام النكل بن. هو بن عادي لكن يحتوي فقط على هذه الفجوة أو الهول هنا على مود يتم تثبيته باستخدام تبر بن. هذا أخذناه محاضرة الكيل، وبالنهاية راح نستخدم الكولر للتثبيت. هذا الكولر يستخدم في نهاية البن. بعد التجميع راح تظهر بهذا الشكل الشوكة والآي، وهذا هو البن. لاحظ الحركة اللي بيناتهم، وهنا عندنا هذه هي الكولر ويتم تثبيتها باستخدام بن التبر بن، وين يمر؟ يمر بالفتحة الموجودة لاحظ هنا، هذا هو البن. بالنهاية ثبتناه بالكولر، لكن على مود ما يصير حركة نسبية ما توقع هذه الكولر عن البن، هذه الفتحة هنا ونفس الفتحة موجودة وين؟ موجودة في داخل البن، في داخل البن اللي ربطنا. راح نمرر هنا تبر بن، تبر بن يمر من الكولر ويخرج من الجهة الثانية على مود يثبت لنا البن بين الفورك والآي. نفس النكل جوينت هنا راسمها على شكل مساقط، بس خلينا نشوف شلون راح نتعامل وياها باعتبار مطينا رسم تجميعي يحتوي على كافة المعلومات ومؤشرين على البارت. هذا التأشير يستخدم، هذا التأشير هنا نستخدم بالبداية الليزري. هذا التأشير وين يكون؟ دائرة ويأشر بسهم على الجزء، يستخدم في الرسم التجميعي. فهذا التجميعي نأشر على كل جزء برقم ذلك الجزء. أوكي، فنجي للستة نلقى أنه مثلا رقم واحد هي الفورك، هذه هي مأشر عليها، هذه هي الفورك. رقم 2 لأنه إحنا هنا مقتصينه وماسحينه فما ظاهرة التسميات، هذه هنا مثلا هذه التأشيرة الثانية الملي الآي، الآي رود رقم 2، فيظهر هنا بالاسم رقم 2.
مأشر عليه إنه هو الجزء رقم 2، هذه بالأسامبلي دروينج. زين 3 هو البن، هذا هو البن أيضا تلقاه مأشر عليه بسهم، وبداخل دائرة كاتب عليه جزء رقم 3. رقم 4 هنا مسميها واشر، بينما هي طبعا كولر لأن سمكها أكثر من الواشر، أيضا بنفس الطريقة إما هنا يأشر عليها بنقطة أو بسهم ويكتب بنهاية الدائرة الرقم مالتها هي رقم 4. وبالنهاية هنا مختار سبلت بن، أيضا نوع من البن على شكل سبلت، أو إحنا مساع رسمناها أو بالفيديو رويناكم إياها كان على شكل تبر بن، هذا هو البن هنا الجزء رقم 5. طيب شلون أبدي بالرسم التفصيلي؟ قلنا تخلي لك ورقة على جهة، الورقة قبل لا تبتدي برسم الأجزاء، طبعا هو عادة أنت لما ترسم بالأجزاء بالرسم التفصيلي يفضل أنه يكون بداية الشيت هو الجزء الأساسي، يعني جزء رقم 1، ودائما تلقى متسلسل طريقة الربط مالتهم، القصد أنه الرقم 1 بعد مباشرة يتركب مع الرقم 2، يعني هذا هو رقم 1 الفورك، اجي الرقم 2 هنا اللي هي الايرود دخلت داخل الفورك بين جزئي الشوكة وثبتناها باستخدام جزء رقم 3. لاحظ انه حسب الوظيفة مالتهم التسلسل مكتوبين، بعد ذلك ربطناهم باستخدام الواشر وثبتناهم باستخدام البن، تمام. فهي فدائما من تبدي الرسمة مالتك، من تبدي الرسمة دائما حاول تبدي الرسم بجزء رقم 1 ثم الجزء رقم 2 ثم الجزء رقم 3 وهكذا، لكن على مود تفهم الأجزاء جاي أقول لك تخلي ورقة على جهة تبتدي بيها شلون إنه تفكك هذه الأجزاء. فناخذ الجزء الأخير اللي هو هنا هو السبلت بن، تمام، هذا هو السبلت بن، وين الرقم جزء رقم 5، هذا هو أول ما نجي نسحبه. زين والرسمة على جهة، احنا هذا السبلت بن ماخذين فكرة عنه، او احنا بالرسم التفصيلي الفيديو السابق راويناكم اياه كان استخدم تبر بن، واحنا نعرف الرسمة مالته والابعاد مالته بالتأكيد منطينا اياها، فالرسمة على جهة اوكي في الورقة على متعرف شلون جاي تشتغل. وراء اجي هو اجي الواشر الجزء رقم 2، او احنا بالفيديو مسميه الكولر، هو فعلا كولر مو واشر. زين الجزء رقم 2 نسحبه، زين هسه لاحظ هنا فقط سحبنا البن، سحبنا البن من نانه، بقت هنا بس الفتحة ظاهرة، فقط فتحة اللي كان مثبت بيها يا هو هذا السبلت بن، فبقت فقط الفتحة مالته لأن احنا سحبنا. نجي بعد شنو الكولر أو الواشر، راح نجي نسحبه من الرسم، والرسمة على جهة الأبعاد مالته موجودة أو حسب القوانين اللي إحنا حافظينها بالنسبة إلى الواشر. لاحظ تحت كل جزء نكتب المعلومات مالته اللي هو رقم الجزء، زين مثلا هو هنا كان الجزء رقم 5، فارزة اسم الجزء، فارزة المعدن، فارزة عدد القطع. زين نفس الحالة هنا هو الجزء رقم 4، فارزة اسمه واشر، المعدن مالته ستيل، وعدد القطع قطعة واحدة، ونسد القوس. زين هسه سحبناهم، خلينا نشوف الشكل شلون ظهر ورا ما سحبنا الواشر أو الكولر. لاحظ انه ورا ما سحبناهم هذه الفتحة اللي كان مثبت بيها السبلت بن أو التبر بن، وهذا هنا كان مكان من مكان الكولر أو الواشر اللي سحبناه. زين هسه شنو راح نقدر نسحب؟ راح نقدر نسحب الجزء رقم 3 اللي هو جاي يمثل لنا البن، راح نسحبه ونرسمه على جهة، وتحت نكتب المعلومات مالته مثلا حسب البار تايتل رقم 3، الاسم بن، والمعدن مالته ستيل، وعدد القطع قطعة واحدة. اوكي خلينا نشوف شنو اللي بقى لنا، اللي بقى فقط هو الفروك، وبقى لنا شنو هو الاي اند. زين هسه هذولي راح نجي نسحبهم عن بعضهم، هذه البقة. زين راح نسحب الاي من هذه الجهة، ونسحب الفورك بالجهة الثانية، ونرسم هذا هو المسقط الأمامي. لاحظ لأن هو مطيناها أصلا من مسقطين، فنرسم المسقط الأمامي نفسه هذه،
نفسه بالضبط. لاحظ هذا هو المسقط الأمامي، وهنا لما جينا سحبنا الفروك هذا الجزء هذا هو المسقط الأفقي له، بينما الآي رسمنا لها هذا هو المسقط الأمامي، ومن هذا الجزء لما سحبنا هذا هو المسقط الأفقي له. زين، وبالنهاية راح ترتب قلنا الرسمة مالتك في اللوحة، وتحاول انه تخليها تكون كافية كافية بحيث انه تظهر بيها بالبداية. لاحظ عادة ما يبتدي الرسمة مالتك بالمقطع او الجزء البارت رقم واحد، رسمه بمسقطين لان هو يحتاج مسقطين لتوضيحه، مسقط ومقطع، الاسم، المعدن، وعدد القطع، والسد القوس. بعده استخدم يا هو البارت نمبر 2، رسم البارت نمبر 2. زين، بارت لاحظ نفس الزاوية الزوجية، هنا أنا أمامي وهنا شنو أفقي، البارت نمبر 2 الأمامي وتحت شنو الأفقي، يعني جاي يشتغل بالزاوية الزوجية الأولى. زين، والمعدن الاسم، والمعدن وعدد القطع. الجزء الثالث كان البن، تحت قوس نكتب رقم 3، فارزة اسمه، المعدن مصنوع من الستيل، فارزة عدد القطع قطعة واحدة. لاحظ البن هنا ما احتاج انه يرسم لمسقطين، مسقط واحد يكفي، ويكفي لظهور كافة الأبعاد وكافة التفاصيل. اذا احيانا قلنا انه وجود مسقط واحد يكون كافي. هذا هنا واشر او الكولر نفس الحالة، ايضا نكتب المقطع الجزء رقم 4، فارزة الاسم، فارزة المعدن، وفارزة عدد القطع قطعة واحدة، وتلاحظ انه هي شنو مسقط واحد يكفي. هنا السبلت بن هذه النوعية مالته يرسم بهذا الشكل، يحتاج الى مسقطين، فراسم له مسقطين، نكتب تحت جزء رقم 5. هاي المعلومات طبعا ناخذها من الجدول، الاسم سبلت بن، المعدن مالته ستيل، العدد القطع قطعة واحدة. عندنا مثال اخير كأنه يكون سؤال. Draw the detailed of parts of a governor are given in figure as a sample. المطلوب أنه الجزء اللي منطينا إياه أو عندنا governor arm منطينا إياها as a sample مجمعة على شكل front view و side sectional view ومقطع جانبي. هذا هو السؤال. طبعا هذا سؤال امتحاني، لكن الأبعاد كانت ظاهرة لأنه على مود نرسم الرسم التفصيلي إليه نحتاج كافة الأبعاد مو فقط الأبعاد الأساسية. نفس الطريقة السابقة، خلي لك ورقة على جهة وتبتدي بالجزء الأخير اللي هو رقم 6، هذا هو النت، نسحبه. زين، طبعا البارت ليست موجودة، هذا هو التايتل، العفو الجدول، وهنا البارت ليست. البارت ليست مطينا البارت نمبر رقم الجزء، البارت نيم اسم الجزء، الريكوايرد يعني شقد جاي نحتاج من عدها، والمعدن المطلوب. قلنا احنا عادة بالرسم التفصيلي نحتاج انه نرسم الجزء الاخير، لكن لما ترسم باللوحة تبتدي بالجزء الاول، بالجزء الأول على مود نفهم شلون نقدر نفكك الرسم التجميعي. فنبتدي من الجزء الأخير، عندنا الجزء الأخير هو السيت سكرو. زين، هذا هو الجزء الأخير، فيتم سحب، ونشوف شلون نقدر نرسمه في هذه الحالة. ما ظهر عندي أنا هنا كنت راسمته، على كل نرسم هو فقط برغي، فالرسمة على جهة، هذا هو السيت سكرو بالضبط، هذا الشكل مالته هنا يكون واضح. أحيانا المسقط الأمامي هنا ما واضح، فهذا هو السيت سكرو، تأخذه وترسمه على جهة في الورقة، أقصد ورقة على مود تعرف شلون تفكك الأجزاء. زين، الجزء الثاني هو البن، جاي يربط له بن مع. زين، وين الجزء رقم 5؟ الجزء رقم 5 هنا مأشرة، هذا هو البن اللي وين راح يكون موجود، موجود هنا، فأيضا نسحب البن ونشوف شنو اللي راح يبقى. هذا هو البن، هو عبارة هنا وراح يكون حاوي على هذه الفجوتين. زين،
باللستة الرابع كاتب تباربن الجزء رقم 4 هنا مثبتة به داخل اللي يمر داخل هذه زين، وواحد آخر هنا فتلاحظ أنه استخدم شنوه تو أوف من عنده زين. الجزء الثالث حسب الجدول هو شنوه، هو البوشة، هذا هو الجزء رقم 3 هذا هنا مقطع المقطع الجانبي إلها وهنا الأمامي. فهذه هي طبعا هنا ما واضحة كل التفاصيل، بالأسئلة لا راح تكون كل التفاصيل تكون واضحة تمام، يعني هذه الهيدن لاين هنا راح تكون واضحة على مود أقدر أجمعها. هنا ليش ما واضحة؟ لأنه الرسم التجميعي عادة يستخدموه بعد أن ينتهون من الرسم التفصيلي، فما تظهر به كل التفاصيل، فقط على مود نتأكد أنه الأبعاد كلها صحيحة ومتجانسة ويتم الرسم يعني أو تركيب الأجزاء بصورة صحيحة، فما تظهر به كل الخطوط، لكن كأسئلة وتمارين لا راح تكون كل التفاصيل به تكون واضحة زين. هذه الجزء الثالث اللي هو البوشة، بعدين نشوف الجزء الثاني اللي هو الرولر، هاي هو مأشر عليها هنا راح تكون مثبتة بالمنتصف زين، هذه شكلها الرولر زين، وهذه هي المسقط الجانبي إلها. وبالنهاية عندنا بقالنا الجوفرنر اللي هو الارم، الارم مالته هذه الذراع تمام، وهنا عندنا مكان تثبيت البرغي بالبداية. فنبتدي بالجزء الأول من تجي ترسم دائما الرسمة مالتك بالجزء الأول، رقم الجزء، الاسم، المعدن، وعدد القطع، فيكون ترتيبه بهذا، يكون الترتيب بهذا الشكل. لاحظ الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، وحسب الزاوية الزوجية اللي احنا جاي نرسم بيها، أمامي جانبي، أمامي جانبي بنفس الطريقة اللي هو كان منطينا إياها. لاحظ هنا اضطرينا أنه نكبر بالنسبة إلى التباربن، حجمها أكبر، فالمفروض أنه يكتب هنا مقياس الرسم اللي استخدمناه. مثال ثالث هو السي كلامب، ثالث أو رابع السي كلامب، أيضا هنا منطينا assembly drawing إلها. لاحظ أنه بالassembly drawing مو كل الأبعاد تكون واضحة، لكن لأنه قلنا هو يستخدمونه بعد أن ينتهون من رسم الديتيل دروينج لكل الأجزاء بكافة تفاصيلها، أبعادها، سماحاتها، وكافة الملاحظات اللي يحتاجونها. فيبقى الرسم التجميعي هو فقط لكي معرفة كيفية تركيب هذه الأجزاء مع بعضها زين. فأيضا يحتاج أنه يذكر معاها البارت ليست، هذه هي البارت ليست، الجزء الأول هو الفريم زين، 2 السكرو، 3 الباد، وكل وحدة مأشر عليها على كل جزء بنفس الطريقة السابقة. نبتدي بآخر وحدة اللي هي الكاب سكرو، اللي هي الكاب سكرو راح هو طبعا ما مأشرها وما راسمها زين، اللي هي الجزء رقم 7 هذه هي الكاب سكرو معروفة، لأنه لو كان الرسم تفصيلي العفو للتجميع أو على مود نستنتج من عند الرسم التفصيلي لا راح تكون كل الأبعاد ظاهرة به تمام، وبالتالي راح نقدر نرسم فقط كشكل هسه إنه هذه الجزء الأول هو الفريم، فهذا الجزء رقم 1. بعض الكتب فقط تذكر رقم الجزء باعتبار كل المعلومات مذكورة بالبارت ليست، فحتى بالديتيل دروينج أيضا يكتفي بالبارت ليست، لكن ككتابة وتحاسب عليها بالامتحان لا، المفروض أنه تكتب حسب الترميز الصحيح، تحت كل جزء نكتب داخل قوس رقم الجزء، اسمه، المعدن، وعدد الأجزاء الموجودة. قلنا أنه راح نحاول نفهم كل جزء أو الكتابات الموجودة، الاس كيو يقصد بها أنه هذا مقطع مربع زين، هذه الرمز معناته أنه المقطع العرضي لهذا الفريم راح يكون بهذا الشكل زين. فتلاحظ انه مكتفي هنا بمسقط واحد للفريم، وذاكر المسقط المقطع العرضي اليه. الجزء رقم 2 اللي هو جاي مثل لنا السكرو، هذا هو البرغي للتثبيت اللي نضغط به، طبعا هاي يستخدمونها لمسك المعادن الاجزاء الميكانيكيه، فهذا هو
لاحظ أيضا أنه مسقط واحد اكتفى به، وضح عليه كل الأبعاد. زين، الجزء الثالث هي الباد، هذه هي رقم الجزء رقم 3 هنا، وهذه هي بالصورة هنا واضحة. الجزء رقم 4 هي البار، هذه أو المقبض أو الذراع اللي راح يستخدمونها على مود يحركون بيها السكرو، وهذه الأجزاء كل جزء يكون موضح عليها، بالإضافة إلى هنا الذاكر hole diameter 3، معناته هنا أكو عندنا ثقب القطر مالته 3، راح يتثبت به الجزء رقم 5 أيضا كولر يثبت ويربطونهم مع بعضهم باستخدام البن. هذه فائدة معرفة شنو وظيفة الأجزاء الميكانيكية، نعرف شنو فائدة الكولر شنو فائدة البن. شكرا جزيلا.